مشاهدينا الكرام، متتبعي الايام 24، وحنا اليوم كنحتفلوا بعيد المرأة. اليوم معنا للا أمينة، من ربة بيت الى محامية. للا أمينة مرحبا بك. بغينا نشاركوا معاك ومع المشاهدين المسار المهني والبيتوتي ديالك. شكرا جزيلا على الاستضافة. مسار ديالي يعني لو بغيت نقوله بين قوسين هو حافل بمعنى الكلمة، مي الحمد لله الإنسان فاش كيوصل في الآخر لواحد الهدف ولا كيكون عنده راسم واحد النقطة وباغي يوصل ليها وكيوصل ليها، هذاك هو النجاح الكبير اللي كتحقه المرأة. وأول حاجة وقبل كل شيء أن الإنسان فاش كيوصل لهذاك الهدف ديالو كيحس بأنه حقق الذات ديالو هي الأولى. وبهذه المناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة كنهني كل نساء العالم وكنهنى نساء المغربيات بعيدهم العالمي. والحمد لله أن عندنا اليوم العالمي للمرأة وكرمنا الله سبحانه وتعالى بسورة النساء في القرآن، بالإضافة أن نجعل الجنة تحت أقدام النساء، وهذا كله فخر ما كيزيدنا إلا اعتزازا وفخرا بكوننا أننا نساء ونساء الحمد لله ونساء عصاميات. والمرأة هي الوحيدة اللي يمكن لنا نقولوا أنها إلا دارت شي حاجة في راسها كتوصل لها، والحمد لله. احنا عارفينك انك ربة بيت وكبرتي الوليدات، يعني حتى وصلوا، انا على حسب ما عارفه ان الابن ديالك وصل الباك، عديتي القرايه ديالك. طبعا انا كنت ربة بيت، ما سمحتش الظروف، ممكن نقول ظروف بحكم اننا احنا كنا ساكنين في منطقه جبليه، ما سمحتش الظروف اننا نكملوا الدراسه ديالنا. مي الحمد لله فاش تعطاتنا الفرصه ثانيه يعني استغليناها. خديتي الباك؟ خديت الباك ديالي بمونسيون، قريت دفعت الحقوق في جامعة الحسن الثاني في طريق جديدة، خديت الإجازة ديالي مونسيون كذلك، الماستر لانني ما كملتوش لان كنت بحكم انني كنت كنوجد هذا الامتحانات وكنوجد لي كونكور، قلت من بعد والابناء ديالي كبار وكنت كندرس انا والابن ديالي دابا حاليا كيقرا في الجامعه والبنيته ديالي كتقرا في لافاك في البرومياراني. الحمد لله الحمد لله. ودائما المرأة المغربية كنعتبروها مرأة عصامية ومرأة يعني على جميع الأصعدة، وكان تجربتي أنايا كنعتز بها وكنفتخر بها وكنفتخر قبل كل شيء أنني امرأة وزوجة وأم، والحمد لله. شنو هما الصعوبات اللي لقيتي الوقيته اللي كنتي كتدرسي، يعني التوفيق بين العمل يعني في البيت والدراسة؟ الصعوبات اللي كنت كنلقى هو أن الالتزامات البيتوتية اللي كانوا الدراري مولفين، أنني كينوضوا في الصباح كيلقاوني في الدار، وقت الغداء كاينة، وقت الكوتي كاينة، دابا ما بقيتش كنتواجد في الدار، كنخرج، كنمشي للجامعة، كنحضر المحاضرات ديالي، يعني لقاو صعوبات هما بالنسبة لهم، هما لقاو صعوبات أكثر مني، لأن ديك الغياب ديالي أثر عليهم شوية، وحتى دابا يعني مازال مأثر عليهم ديك الغياب ديالي. مي الحمد لله مع الزوج ديالي والأبناء ديالي دركنا الوضع وعرفنا بأن هذه غير مرحلة وعادي تفوت والنقطة الإيجابية اللي كانت لصالحي هو أن الأبناء ديالي كانوا كبار. النقطة الإيجابية الأخرى قلتي أن الزوج ديالك كان كيساعدك أكثر وكانوا كيشجعوك هما والأبناء ديالك. طبعا يعني ما ننساش أبدا أبدا أبدا، لن أنسى ما فعله زوجي من أجلي، لا من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية، يعني هو اللي كان واقف بجنبي، هو اللي ساعدني، يعني حتى بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة كنقدموا التهاني لجميع رجال المغرب حتى هما اللي كيساندوا العيالات ديالهم. والحمد لله. ودابا حنا وصلنا يعني كما قلتي من
انا ما كنعتبرهاش من لا شيء، لان المراه ربات بيت هي كل شيء، هي اللي كتولد نصف المجتمع وكتربي النصف الاخر. يعني ربات بيت راه هي مراه يعني كتشتغل 24 ساعه وما كتاخذش الاجازه، بحكم ان المراه العامله كتاخذ على الاقل 30 يوم في العام، من المراه من ربات البيت ما كتاخذش الاجازه، كتشتغل ليلا ونهار من اجل الاسعاد الابناء ديالها، الزوج ديالها، المحيط ديالها، العائله، كلشي انا ما كان انا بالعكس انا كنحترم المراه اللي كتخدم في البيت وربت بيت، هي المراه الوحيده اللي كتستحق منا كل الاحترام والتقدير. تحيات احنا من هذا المنبر للمراه ربت البيت واللي هي الكل في الكل. الرساله اللي تبغي توجهي امينه لكل نساء العالم اللي كيقول لك انا ما قريتش، انا فاتني الفوت، اشنو تبغي تقول لهم؟ رساله لكل نساء العالم، كل مراه باغا توصل، كل مراه عندها حلم باغا تحققه، ما تقولش انا فاتني الفوت، ما تقولش انا عمري كبر، ما تقولش انا يا لا ما عنديش باش نمشي باش نقرا باش ندير هذه باش اي مراه، اي امراه كيف ما كانت عندها حلم، عندها شي حاجه في الداخل ديالها باغا توصل ليها، توصل ليها، وكوني على يقين واكيد من اعتصم بحبل الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كوني اكيد انك غادي توصلي للهدف ديالك، كوني اكيد انك غادي توصلي للمبتغى ديالك، كوني اكيد غادي توصلي هذاك الشيء اللي بغيتيه، ولكن بالاراده ديالك، بالطموح ديالك، بالاصرار ديالك عادي توصلي، وكوني اكيد، وهذه رساله مني لكم، انكم الا كنتوا باغين توصلوا اكيد عادي توصلوا، اكيد عادي توصلوا، كنقولها وانا كناكدها وكنعاود ناكدها بانكم اكيد اكيد عادي توصلوا. ورسالتي لكل نساء العالم، وسنه سعيده وكل عام وانتن بكل خير. وحنا بدورنا كنقول لك نحبك أما، نعزك جدة، نحترمك أختا وخالة وعمة، ويطيب لقيانا بك كبنت كل سنة وأنت أجمل، كل سنة ونساء العالم بألف خير. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.